لا ما عنديش كمامة. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في فهد المباشر من مدينة التمارة. كما كتعرفوا كنا الجمعية المغربية أرض المقاهي والمطاعم عملت صخرة التمارة. اليوم جينا عندهم كنصادفونا على حساب المشاكل والقطاع والمشاكل اللي كيعاني القطاع. السلام عليكم. شكرا قناة شوف تي في، شكرا على الاستضافة. سي محمد عرفنا على الجمعية. معكم محمد بوزيت عضو بالجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بعمل سكرة التمارة. التأسيس تاع الجمعية جاء بناء على طلب ديال المهنيين، وهي نتاج مجموعة من العضويات في جمعيات مهنية أخرى سابقة. الجمعية هي جمعية مستقلة لكل مهني الإقليم. الهدف ديالنا تأطير المهنيين والهيكلة تاع القطاع. حنا كأعضاء مكتب كنتقاسموا المهام وكنشتغلوا بالمنطق ديال الذوبان الانا في الكل. اذا مره اخرى شكرا لطاقم شوف تي في، وكنعطي كلمه السي عبد الطيب الصبروك بالصفه ديالو مقرر الجمعيه، وشكرا. سي عبد الطيب عرفنا على القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الطيب الصبروك مقرر الجمعيه المغربيه لاداره المقاهي والمطاعم لعمليه الصخره تمارو. ولكن كنشكر الطاقم ديال شوف تي في اللي يرحبوا بنا ورحبنا بهم من اجل التعريف بهذا القطاع، لان يعني مع الاسف الشديد في الاونه الاخيره وخلال الجائحه وما بعدها كثر الكلام والتصريحات على هذا القطاع كما يعلم الجميع. هناك كلام اللي كان في الصميم يعني انصف هذا القطاع، لكن مع الاسف الشديد كان هناك كلام وتصريحات التي اساءت الى هذا القطاع واضافت اساءه يعني المشاكل اللي كيعيش فيها هذا القطاع. كما كتعرفوا يعني هو قطاع محرك اقتصادي اجتماعي بالدرجه الاولى، يعيش اكراهات حاليا. كان عنده اكراهات قبل الجائحه، وكان عنده اكراهات اثناء الجائحه، واكراهات بعد الجائحه. هذا القطاع اخواننا الكرام كما تعرفوا كما قلنا هو محرك اقتصادي، لانه هناك يعني المتداخلين في هذا القطاع، كاين المستثمر، كاين الشق ديال الاجاره، كاين الممولين، وكاين مؤسسات الدوله، كاين الزبون اللي هو الهدف الاسمى لكل مستثمر، حتى يوفر واحد المجموعه من الراحه واحد المجموعه من المطالب باش يكون مرتاح فيها. كنقول هذا القطاع هو اقتصادي لانه كيستعمل مواد اوليه، كيستعمل البن، كيستعمل الخبز، كيستعمل الخضروات، كيستعمل اللحوم، يعني بصفه عامه كيستعمل المنتوجات المحليه. فتوقف هذا القطاع يعني حتميا توقف القطاعات الاخرى. لذلك حنا كنقول هذا القطاع هو يجب الاعتناء به. هذا القطاع راه محرك اقتصادي ومحرك اجتماعي. لماذا قلنا محرك اجتماعي واقتصادي؟ لانه على الاقل تيشغل واحد الطبقه هائله من الاجراء اللي هما في الحقيقه المؤسسه ديال القطاع المقاهي والمطاعم لا تشترط عليهم اي شروط من اجل العمل. ما كتقول لهمش السن القانوني من كذا الى كذا، وما كتقولهمش الدبلوم، ما كتقولهمش السي في، وما كتقولهمش المستوى الدراسي. إذا هذا القطاع هو مفتوح للجميع، يؤطر ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن المقاهي كما كتعرفوا مابقاش عندهم ديك الصبغة القديمة. المقهى عنده فضاء مهني، يعني كيجيو الطلبة تيقراو فيه، كيجيو الناس تيعقدوا صفقات، كيجيو الناس تيخرجوا من العمل ديالهم كيمشيو للمقهى باش كيرتاحوا، لأن المقهى تعد بيت الثاني ما بين الإكراهات اللي كيعيش فيها في ضيق، الإكراهات اللي كيعيش فيها ما تيبقى له والو، إذا كيضطر أنه يخرج. وبالمناسبة يعني قبل الجائحة على صعيد عمارة صخيرة التمارة كان واحد المجموعة ديال المقاهي اللي سدت، غيتكلموا عليها الإخوان بالتفصيل. أنا حتى نقول يعني بين القطاع يعاني من إكراهات، إذا هاد الإكراهات خاصة توصل يعني للمسؤولين وتوصل للجهات الرسمية وتوصل لكل متداخل في هذا القطاع. لأن حنا دابا كما كنعلموا غادي نحلوا بحال البلاغ اللي خرج البارح، لأن غادي نحلوا بنفس الطاقة الاستيعابية. هاد نفس الطاقة الاستيعابية خاصها تكون عند واحد المواكبة، لأن هذا الإقلاع صعيب، الإقلاع هذا يعني كيتطلب موارد ضخمة. وأترك الكلمة للأخ باش يكمل هذا الشق ديال الإكراهات. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الإله الصهيري مهني وعضو بالجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بعملة صخيرة تمارة. أولا كنشكر القناة على الاستضافة، و كنبدا يعني المداخله ديالتي اولا بالدعاء لصاحب الجلاله نصره الله وايده بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما.
وحنا من هذا المنبر ديالكم وتتم لما ورد من طرف أخي وصديقي سي صاروخ اللي في الواقع تكلم وتكلم وهذا القطاع له وزنه بالنسبة للمردودية ديالته في النسيج الاقتصادي الوطني وبالنسبة للشغيلة اللي كتشتغل فيه وأيضا حتى الناس المتداخلين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا القطاع. لكن لاحظنا احنا قبل الجائحة هناك مطالب تقدمنا بها للجهات المعنية للنظر فيها بعين يعني ما نقولوش الرأفة ولكن باش ياخذوا بعين الاعتبار هذه المعاناة التي يعانيها كل مهني ديال المقهى او المطعم في صمت، لان النتيجه ديال الافلاسات لبعض المقاهي اللي قاموا بها بعض الاخوان غير على صعيد العماله ديالنا لا يستهان بها، لان كتشكل اكثر من 10% من المقاهي والمطاعم المتواجده بالعماله. الصوت ديالنا هو دائما كيكون مسحوب ومرفوق بمطالب، ملف مطلبي ودراسة سوسيو اقتصادية عمل عليها المكتب، ونتمنى الله ان شاء الله تلقى اذن صاغية باش ما يكونوش افلاسات وباش ما يكونش تسريح للعمال. هذا الشيء قبل الجائحة. اما بعد الجائحة او لا، احنا طبعا لبينا كجميع المواطنين، وحتى واحد ما يشك في المواطنة ديالنا، احنا لبينا جميع مواطننا ولبينا الطلب نتاع السلطات المحلية، وايضا كان راعينا حتى يعني صحة المواطن والتزمنا. وهذه 3 شهور هناك من المهنيين، وانا كنتكلم على يعني الأكثرية يعني اللي كيشكلوا واحد 90% اللي ما نقولش اكثر، لان المقاهي الصغرى ولا المقاولة الصغرى والصغرى جدا، مقاهي ومطاعم صغار، وهادو هما اللي كيعانيوا بكثرة، خاصة المكترون. هناك محترفون يعني الناس اللي كيحترفوا المطعم والمقاهي ومشاو كراو، وللاسف الشديد مساكن تيعانيو، لان اكبر هاجس اللي عندهم وهو الاكريه. من قبل كان عندنا مشكل كبير كنا كنشوفوه، الا وهو طرد من الملك اللي كنا كنستغلوه ولا كنستثمروا فيه، وطبعا هناك ضرائب اللي كتتادى من اجل الاستثمار في هذا الملك العمومي. لكن كنتفاجئوا بعض الجهات سمحهم الله قاموا بهدم وخسائر مادية، أولا سبات بالنسبة لهاد الناس المحترفين ديال هاد المجال، يعني ضرر معنويا من غير الضرر المادي، فهناك ضرر معنوي يعني بالرغم من ضرائب ورسوم محلية. الواقع الحال أنها مجحفة، عادة كنضيفوا عليها يعني صندوق الضمان الاجتماعي اللي هو تيأديو عليه 800 درهم، 750 زائد 50 درهم، 800 درهم لكل فرد. هذا هو السبب اللي بعض الناس كتسأل دابا لحد الآن علاش هاد الناس ما كيصرحوش. عكس ذلك فانا جينا نقلبوا حنا من خلال البحث الميداني ديالنا، لقينا اكثر من 70% اللي هي مصرحه بالعمال ديالها. لكن جينا كنشوفوا هاد الناس مصرحه بالعمال ديالها ما تيبقى لها حتى يعني باش تسد رمق العيش، ما عندهاش. لان لماذا؟ لان كاينه 800 درهم، فالاضعف من الايمان وهو انك تقدر تخدم 6 ديال الناس او لا 7 او لا 8 او لا 10، ف 8000 درهم زائد المصروف اللي هو الكراء، فهاد الحاله هادي ما تيبقى له حتى درهم واحد. فكنلقاو بعض الناس اللي ما تيعرفوا سماحهم الله وتيبداو يتكلموا على القطاع ديالنا وكاننا اغنياء وكاننا ناس كنبحثوا على الثراء. لا، هاد الناس راه استثمروا من كل جميع الشرائح ما بدون استثناء، وما نحددش شكون اللي استثمر في هذا المجال. فهناك مهنيين وهناك ناس يعني ناس عندهم وبغي يستثمروا في هذا المجال، ولكن تفاجئوا بالواقع المر، وان ما كتبقى لك حتى حاجه. يعني كتشوف المتداخلين في هذيك القهوه ولا في هذيك الماكله اللي كتعطي، كتلقى بان راه ما كيبقى لك حتى حاجه. طبعا لا سينيساس الوقت اللي كتديكلاري وكتصرح ب 800 درهم، ولا كان عندك 5 ود الناس، كتزيد من كترفع من الكتله ديال الاجور، وفي هذه الحاله كتاثر سلبا على المدخول ديال المقهى. لان هادشي كلشي كنتكلموا عليه في هذا حيف كنعانيو منه في انعدام واحد القانون منظم لهذا القطاع، وفي انعدام وجود واحد دفتر المتحملات، وفي انعدام مقاربه تشاركيه بيناتنا احنا كمهنيين في هذا القطاع وبين السلطه الوصيه للاسف الشديد.
حنا من هذا المنبر ديالكم كنقول لكم وكنشكيو لجميع الناس كنعرفوا باش نعرفوا حقيقه امرنا اللي عندنا. حنا كنخضعوا لواحد الترسانه ضريبيه مجحفه كتشوبها ثغرات عديده يعني مما يستوجب معها يعني تدخلا على مستوى عالي لاعاده الثقه اولا بين الاداره والملزمين. وايضا كنقول لكم حنا كجمعيه مغربيه لأرباب مقاهي المطاعم وايضا جميع الجمعيات على الصعيد الوطني غادي نبقاو ندقوا الابواب ونطالبوا بمقاربه تشاركيه. وايضا حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم يلقى هذا القطاع ديال المقاهي والمطاعم لما نصبوا اليه. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله الخلف والناس اللي غادي يخلفونا ونتمنوا الاداره تكون عند اذن صاغيه وتلبي الطلب. وشكرا على الاستضافه مره اخرى. معكم عبد الحميد الخلوقي عضو الجمعيه المغربيه. إن قطاع المقاهي والمطاعم بصفة عامة أصبح يعيش حالة مزرية صعبة ويتحمل أعباء فوق الطاقة ديالو، مما يندر بإعلان غالبية المقاهي بإعلان إفلاسها، وبالتالي تصريح العمال المقاهي والمطاعم، خصوصا إذا علمنا أن هذا قرار إغلاق ربما غادي يعود مرة أخرى في حالة عودة هذه الجائحة، مما يندر بحالة لا يستهان بها على القطاع بصفة عامة، مما يستوجب تضافر الجهود لمساعدة هذا القطاع الحيوي على النهوض والإقلاع مجددا. ومما زاد وأزم من هذه الوضعية فجائية قرار الإغلاق الذي أخذته الحكومة بتاريخ 16 مارس، بحيث لم يتخذ المهنيين الاحتياطات الواجبة من أجل اتخاذ الاحتياطات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، مما أدى إلى إتلاف الكثير من السلع وتجاوز مدة صلاحية البعض منها، إضافة إلى وجود تلف وأعطاب بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالمقاهي والمطاعم، وعجزهم تأدية قروض والتزامات مع مختلف الممولين وقروض السكن والتجهيزات إلى آخره. ومما يفند القول الشائع بأن رب المقهى يعني هو مشروع تجاري مربح، فحسب دراسة قامت بها الجمعية المغربية فعلى صعيد عملت سخيرات وتمارة لوحدها، فوصلنا أن هناك أكثر من 80 مقهى أدت يعني تم إغلاقها بسبب هي بالصور باسم الشوارع التي بها يعني دراسة ميدانية قامت بها. فإذا كانت 80 مقهى اللي أدت إلى تم إغلاقها بسبب ظروف الضرائب وكثرة المتدخلين في هذا القطاع، فما أدراك بالمغرب كامل. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة فهناك يعني قطاعات ومقاهي ومطاعم على صعيد المغرب أخرى تم إغلاقها، وذلك بسبب مختلف الإكراهات التي تطرقنا لها سابقا. ووعيا من الجمعية بأن المرحلة تستلزم التحلي بالروح الوطنية وقيم التضامن من أجل مساعدة الوطن من أجل تجاوز هذه المحنة بأقل خسائر، سأترك الكلمة للسيد الرئيس للإدلاء بالاقتراحات والحلول التي يراها مناسبة. السلام عليكم، معكم حمزة بريتل عضو بالجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم. أنا رب مطعم. نرجع للدراسات، لأن احنا واحد ثلاثة نقاط عندي. النقطة الأولى هو أنه يقال أن ثمن القهوة تيطيح بدرهم ونص ولا بجوج درهم، تنشريو حنا الكيلو تقريبا ديال بين 100 و 150 درهم، تيقول لك بأنه تيخرج تقريبا واحد 80 90 حصة في كل كيلو القهوة. الناس تنسى واحد المسألة بسيطة، هو أنه المقهى هو فضاء، وهذا الفضاء هو الترفيه
اللقاءات ديال الاصدقاء ولا ديال الناس اللي تبيعوا تيشريوا ولا الطلبه اللي تيجيو تيدوزوا تيقراو فيهم اللي كاين الانترنيت وكاين بزاف. اذا هاد المقهى راه ما تطيحش بالرمونس ولا بجوج درهم لانه كاين واحد كاين واحد الاستثمار في المقهى، كاين لاميناجمون ديالو الاصلاح ديالو الكراسي، كاين الماكينه ديال القهوه، كاين اذا انت نديروا الحساب ديال هاد النقاط كاملين ديال هاد المصاريف راه ثمن القهوه اللي جينا نطبقوا جميع المصاريف ديال القهوه اننا لا ديكلاراو الناس 100% خلصوا الرواتب 100% خلصوا جميع الضرائب جميع المسائل تدير باش تكون واحد المشروع قانوني 100% الثمن ديال القهوه راه تيوصل حتى ل 11 درهم لان اللي جيتي تخلص بين سبور نورمال وتخلص كل شيء بالقواعد ديالو تيوصل هادشي حتى ل 11 درهم الثمن ديال القهوه. اذا خصنا نبيعوا هنايا في المقاهي على الحساب ب 14 ولا 15 درهم لكن القوه الشرائيه في البلاد عندنا ما تسمحش لهذ المسائل. لهذا كاين بعض الخروقات في بعض الارباب المقاهي والمطاعم اللي يمكن لهم شي ديكلاريو كل شيء. علاش؟ لانه ملزمين ماشي هذه ما غير واش كاين شي واحد يدير واحد المشروع ويوقع عنده مشاكل مع الدوله. ما تنظنش انا اي واحد يدير مشروع اما باش يكون مربح في نفس الوقت وخصو يكون قانوني ما يجي يصدع على لانسبكتور ترافاي لا مول سي ان اس اس لا مول جماعه واحد يدير واحد المشروع لانه راه جمع وكد واحد السنين وسنين باش خرج جمع واحد القدر ديال المال باش دار به هذا المشروع. اذا واحد اللي يدير هذا المشروع باغي باش يستثمر فيه باش يربح، ما يمكنش يدير واحد المشروع باش يخسر فيه. ولكن الثقل بحال اللي قال السيد الى ديال الضرائب وديال المشاكل اللي عندنا ما مصنفيش على حسب واش زون توريستيك واش زون عاديه واش ممر رئيسي واش ماشي ممر رئيسي. اذا هذه المسائل كلها خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. لهذا تنطلبوا حنايا واحد دفتر تحملات اللي فيه هذه المسائل كامله باش نصنفوا المقاهي والمطاعم على حسب الزونين ديالهم بالنسبه للسينيسيس ولا بالنسبه للضرائب باش يمكننا يكون واحد ليكيليبر ما بين المصاريف وما بين المبيعات. هذا من جهه. واحد النقطه اللي اساسيه اللي خصنا ندوزوها هي بالنسبه للكثافه. في الاول تيكون واحد الحي فيه مثلا 10000 ديال الساكنه وفيه مثلا 10 المقاهي، اذا انت تجي تقريبا واحد 1000 لكل غبقه. ولكن انت دوز واحد العامين ثلاث سنين شحال نقول لك زعما كاين بالنسبه للجامعات ما تدير حتى شي دراسه ميدانيه فعاود 10 القهوي تيوليو 100 قهوه. اذا فعاود اللي غادي تجيك 1000 تبي تجيك 100 في الاسبوع، 100 في الاسبوع ما تبقاش تخلص لك جميع المصاريف. لهذا القطاع غادي تدور لواحد الوقيته اللي الناس تنظن غادي وخصوصا مع هذه المشاكل الجائحه راه غادي توقع. لهذا حنا درنا واحد قمنا بواحد الدراسه ماليه دقيقه عندنا درناها فيها جميع المصاريف وجميع المبيعات ودرنا واحد المقياس ودرنا شنو هو هادشي. حنا مستعدين باش نجلسوا مع جميع المؤسسات اللي معنيه بهذه القضيه ونفسروا لهم نجلسوا معهم. حنا هادشي تنهضروا معهم بدراسه ماليه ميدانيه حقيقيه واقعيه وتنظن الى جلسوا معنا هاد الناس المسؤولين حنا نفسروا لهم ولا عندهم حلول. حنا عندنا اقتراحات وعندنا حلول وتنظن هذه النقاط اللي بغيت ندوز. ودابا تندوز الكلمه للسيد الرئيس ديال الجمعيه باش يعطيكم جميع الاقتراحات والمطالب ديالنا ان شاء الله. شكرا. اعتقد ان الاخوان باقي اعضاء المكتب اعتقد انهم طرقوا لجميع المسائل بشكل عام. على اي انا بغيت نزيد نضيف واحد الاضافه كتهم القطاع لابد القطاع اولا باش 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 الصوره توضح. القطاع راه هو اربعه ديال الفئات، كاين الفئه الصغيره والفئه الجد صغيره والمتوسطه والكبيره. لذلك كنطالبوا بالتصنيف كي قال الاستاذ حمزه بريطل، كنطالبوا بالتصنيف بناء على جبايات لا المحليه لا الوطنيه وايضا حتى المساهمات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بين قوسين باش نختصر، الا بغينا نتكلموا غير على لا سينيسيس مثلا كنعتقدوا انه من غير المنطقي اني نكون رب مقهى وعندي 6 ديال الاجراء وانا ملزم باش نخلص واحد 800 درهم شهريا للاجير اللي هي واحد 4800 في الشهر، وكنلقاو قطاعات اخرى اللي عندها نفس العدد الاجراء اللي هي ايضا 6 ولكن المداخيل ديالها كتفوق بشكل كثير المداخيل ديال المقهى. لذلك تنطالبوا حنايا بصفتنا جمعيه مغربيه لاربع مقاهي ومطاعم بعام سخيره التماره يتم التخفيض لماذا يتم التخفيض ديال هذه المساهمه هذه من 800 درهم ل 200 درهم للشخص، وهكذا غادي يكون واحد التشجيع
ماشي فقط القطاع ديال المقاهي والمطاعم، بل تشجيع جميع القطاعات على المستوى الوطني، واللي غيعود ايضا بالنفع على المداخيل ديال 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 ديال, ديال الدوله. حنا مساله اخرى ديال الاجراء، بالنسبه للاجراء نحن كجمعيه مغربيه كنقولوا بلي الاجراء هما في العينين ديالنا، والقطاع ديال المقاهي راه المطالب ديال الاجراء هي ايضا من المطالب او التحقيق ديال المطالب ديال الاجراء من 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 تحقيق المطالب ديال المهنيين، وبالتالي احنا الاجراء ما يمكنش نتخلاو عليهم وما نقدوش نكونوا بلا بهم، وهما ايضا ما يقدوش يكونوا بلا بينا. لذلك هذه عمليه مشتركه، حنا يدينا في يدهم وهما يدهم في يدينا. مساله اخرى، احنا كجمعيه مغربيه راه ما جيناش من اجل المجابهه مع الحكومه، بل من اجل المساعده ديالها في ايجاد واحد الارضيه مشتركه لتقديم المقترحات والحلول. حنا ما كنطلبوا غير بواحد المناخ ديال الاعمال للممارسه ديال التجاره بشكل منتظم، ونتحماو كمستثمرين مساهمين بشكل كبير في توفير فرص ديال الشغل واغناء النسيج الاقتصادي ديال الدوله. قبل ما نختم كنتوجه مره اخرى بالدراسه اللي قامت بها الجمعيه المغربيه، كنتوجه بها للسيد معالي وزير الداخليه وايضا لجنه القضاء باش يفتحوا معنا واحد القناه ديال الحوار، ونسلموها لهم، نسلموا لهم هذه الدراسه هذه اللي يمكن تعتمد كمرجع يحتدى به على المستوى الوطني، اللي كتضم مقترحات وحلول بناء على دراسه ميدانيه، وبناء ايضا على مقتضيات ديال الدستور والخطابات ديال صاحب الجلاله حفظه الله اللي كيشيد وكينوه بالمبادرات تاع هيئات المجتمع المدني. وشكرا.